حبيبنا سيف من أبطال حقبة كورونا انولد في 29/20/20 وللأسف كان في عنده مشكلة في القلب مرتبطة أيضا بالشريان مرتبطة بالرئة كانت مشكلة مستعصية تم اكتشافها يعني قبل الولادة ولكن الحمد لله بجهود مستشفى الجليلة تم استقباله عن طريق مستشفى الجليلة من اليوم الأول من ولادته وتم التشخيص اللازم عن طريق دكتور محمد قاسم مشكور. الحمد لله أول عملية كانت ناجحة انعملت على أول 30 يوم من حياته الحمد لله كانت تمام. ثاني عملية كانت على 9 أشهر كانت كتير صعبة اضطرينا نطلع برا البلاد وثالث عملية أصعب عملية أخذت 12 ساعة قلب مفتوح ولكن بفضل جهود الدكتور محمد قاسم والطاقم الطبي بالذات الدكتور الجراح عصام الراسي كانت الحمد لله نتائجها رائعة مبينت بالقسطرة وكمان على وشه. الحمد لله كانت رحلتنا مع الجليلة رحلة كتير موفقة وفيها كانت من بعد توفيق الله حياة لها الطفل ولقلب هالطفل وطبعا ما بننسى الطاقم الطبي من جراحين من دكاترة من عناية مركزة كان مكان يعني الناي سي او العناية المركزة رعايتهم للطفل اكثر من الاهل يعني بامانة كنا نعتبر هذا المكان بيت ثاني لسيف وكنا ننام ونحن مرتاحين انه سيف بين ايادي امينة.